اوكي، الموضوع الاخير اليوم لللايف اللي هو عن انه الارقام مهمه في حياتنا. قبل ما هلا تفكروا انه هذا درس رياضيات، مش درس رياضيات. كل واحد فينا بحياته كان في موقف انه الارقام مهمه. شو قصدي؟ العلامات، الراتب، اللايكس، الشيرز، الفيوز، الشغلات هاي كلها مهمه في حياتنا. بس هل هي كل شيء بحياتنا؟ هل قدراتنا كلها وشخصيتنا ويعني خلينا نقول فعلا يعني القدرات، هل هي بتتمحور بس باللايكس وبالشيرز وبالعلامات وبالراتب؟ في ناس مثلا اللي هم بيشتغلوا بالمبيعات، السيلز، حياتهم كلها ارقام. هذا الشخص، اي شخص بيشتغل في المبيعات، اعرفوا انه هو عايش على كميه الاشياء اللي بيبيعها. كل ما باع اكثر، كل ما اجى راتب اكثر، هو بيجي جزء من كل شغله بيبيعها. اذا ما باع، المردود المادي اللي بيرجع له بيصير اقل. فهذا الشخص حياته كلها ارقام، حياته كلها انه لازم يبيع، لازم يبيع، لازم يبيع. صانع محتوى زيي، اللايكس، الفولورز، الكومنتس، الشيرز، الفيوز، كلها مهمه. بس غير هيك، طيب نكمل. الطلاب، طلاب المدارس، طلاب الجامعات، العلامات، المعدل، كثير مهمين في حياتنا. بس لازم الواحد، كل واحد فينا شو ما كان مجاله، يعرف الفرق بين انه الرقم مهم وانه الرقم يمثل كل شيء بحياتك. في ناس الارقام بالنسبه لها بتصير زي الهوس، بيصير زي الهوس، بتصير تفكيرها بالارقام ما بيوقف. ناس علامات مثلا، اذا بتنزل علاماتها شوي الدنيا بتتدمر، الدنيا بالنسبه لها خلص، خلص الحياه صارت ما لها معنى. هذا الرجل اللي بيشتغل في المبيعات او الامراه اللي بتشتغل في المبيعات، اذا مبيعاتها شوي اقل بتلاقيها خلص. صناع المحتوى، اذا مثلا فيديو ما عمل لايكس، ما عمل فيوز، ما عمل، بتلاقيه خلص. فاحنا لازم يا جماعه نعرف نميز بين الاشي المهم وبين انه احنا نعطيه اهميه كثير، انه صار زي الهوس، صار يتحكم في حياتنا، يتحكم بمشاعرنا، يتحكم في تفكيرنا. وهذا الاشي كثير بشوفه يعني في كثير ناس. وانا يعني بنصحكم انكم تطلعوا على حالكم وتشوفوا اذا انتم مذنبين بهذا الاشي، اذا هذا الاشي انتم عم تعملوه مع حالكم. في ناس مثلا طريقه ثانيه الارقام، خساره الوزن. في ناس زي الهوس بالنسبه لها، الوزن اذا نزل او طلع فوق رقم معين، لا يعني شيء عجيب، البني ادم بتغير. طب يا اخي في عضلات، في كذا، في ماي، بدوش، انا بدي هذا الوزن، ما تحكيش معي، بدي اوصل هذا الوزن. طب صحي مش صحي ما عنده. فعشان هيك الارقام موجوده في حياتنا عشان تساعدنا، عشان نقيس الاشياء، عشان احنا نعرف شو المستوى اللي وصلنا له. بس لازم نعرف كمان متى نطلع على الرقم ونعرف شو نفهم من الرقم، ومتى نتجاهل الرقم عشان تجاهله بيكون مفيد إلنا. يعني مثلا انت طالب متفوق او انت طالبة متفوقة، ويوم من الايام في واحد من الامتحانات علاماتك او علامتك ما كانت في المستوى اللي عادة بتقدمه فيه. طبيعي جدا، انا كنت طالب الحمد لله طالب متفوق، بس فيه طبعا مليون امتحان ما سويت فيه منيح، عادي زي كل حدا في الدنيا. هاي الامتحانات ما كنت اخليها انها تزعجني لدرجة اني انا ازعل وهيك، لا، تزعجني عشان اعرف انا وين اخطأت وشو اسوي عشان في المستقبل اني اتفادى هاي المشكلة او هذا الخطأ. انا كصانع محتوى هلا، في فيديوهات المشاهدات عليها عالية، اللايكات عليها عالية، الكومنتات عليها عالية، وفي فيديوهات لا واطية. انا ما اوكي صح شوي بنزعج، بس بكون تركيزي اكثر على ليش الفيديو هذا مثلا اداؤه ما كان منيح، ليش هذا الفيديو مثلا ما كان زي الفيديوهات الثانية. الواحد يحاول يتعلم من الرقم الواطي بدل ما انه هو ينفعل وخلص يكون كله مشاعر ويزعل ويقلب الدنيا. انت كشخص بتحاول تخسر وزن، شفت انه وزنك زاد، مش من اول انت بس تنزعج، لا، لازم انت تفكر اوكي ليش زاد. هل انا والله زدت عضل؟ هل والله زدت عشان اكلت وجبه وشربت مي كثير قبل ما اقيس وزني؟ شو هو السبب؟ كرجل مبيعات انت الارقام اللي حققتها مش زي دائما. هل بسبب انه ادائك نزل؟ هل والله مش بسبب ادائك انت بس، يعني ما في زباين؟ هل بسبب اشي ثالث؟ فخلينا احنا صح انه احنا كبشر المشاعر جزء كبير من حياتنا، بس ما نخلي للمشاعر تسيطر على انفعالاتنا وطريقه تفكيرنا بشغلات مختلفه. كلايكس، اللايكس على صور الانستغرام، صور الفيسبوك، هاي الشغلات صارت الناس تقيس قيمتها في هذا اللايكس. هو عنده لايكس اكثر مني، انا عندي لايكس اكثر منه، انا اخر صوره عندي 200 لايك، انت عندك 100 لايك. مش هيك الحياه. فاحنا لازم نعرف نميز الرقم لما يجينا احنا كيف ننفعل او كيف نتعامل مع الرقم، ولازم نتعامل مع الرقم بذكاء عشان نعرف هل انه هذا معناته شيء ايجابي،
اذا شيء ايجابي الحمد لله ممتاز، خلينا نحاول نكثر من هذا الشيء، او انه هذا معناته انه احنا اخطانا في شيء معين ولازم نتعلم من خطانا. ما بقول سلبي، ما يعني احنا في الحياه ممكن نعامل كل شيء كشيء ايجابي او كشيء نتعلم منه، ما في شيء اسمه سلبي. وعشان احنا يعني التجربه الايجابيه موجوده، والتجربه اللي لازم التجربه الايجابيه موجوده، والتجربه اللي لازم نتعلم منها موجوده كمان، والاثنين على فكره ايجابيين اذا طلعنا عليهم بهذا المنظار او بهذه الطريقه. فعشان هيك نصيحتي شو ما كان مجالكم، سواء هلا في المستقبل امتى ما كان، الواحد الرقم لما يجي في كل مجالات الحياه لازم يعرف يتعامل معه ويتصرف معه بالطريقه الصحيحه، عشان تكون رده فعله مفيده، وتكون رده فعله الواحد متحكم فيها، وعشان بالاخير ما ينزعج ويتاثر يومه ويتاثر مستواه وتتاثر حياته كلها.